أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية نستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة بحول الله، حيث تتأثر المملكة بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الرابعة. يترافق هذا المنخفض الجوي بزخات من الأمطار الرعدية تكون غزيرة، وأيضا بموجات غبارية تدني كبير في مدى الرؤية الأفقي، وأيضا بسرعة رياح قوية مع هبات قد تفوق معدل 100 كيلومتر في الساعة. نبدأ نشرتنا كالعادة بتوقعات جوية للعاصمة عمان بحول الله، حيث يكون الطقس عاصف بشكل عام، زخات رعدية من الأمطار، رياح قوية متوقعة 13 درجة مئوية كحرارة دنيا الملموسة 12، نسب رطوبة عالية 81%، أما سرعة الرياح ستبلغ 72 كيلومتر في الساعة مع سرعة هبات قد تلامس حاجز 100 كيلومتر في الساعة في العاصمة عمان. أما بالنسبة لباقي مناطق المملكة نبدأها بالمنطقة الشمالية، حيث يسود طقس عاصف بشكل عام يوم غد بحول الله، طقس عاصف في إربد، رياح نشطة أيضا، سخات من الأمطار متوقعة في إربد 16 إلى 10، المفرق 17 إلى 10، جرش 17 إلى 10، عجلون 15 إلى 9. نفس الأجواء متوقعة بالمنطقة الوسطى، حيث يسود طقس عاصف، رياح نشطة مغبرة، أيضا زخات متوقعة من الأمطار تكون رعدية أحيانا في كل من الزرقاء، الزرقاء ستسجل حوالي 17 إلى 12، السلط 15 إلى 11، عمان 15 إلى 10، مأدبة 16 إلى 8، أما البحر الميت 22 إلى 16. بالنسبة للمنطقة الجنوبية نبدأها من الكرك 13 إلى 8، أيضا أجواء ماطرة مع رياح قوية وطقس مغبر، كما ذكرنا سرعة هبات الرياح قد تتجاوز حاجز 100 كيلومتر في الساعة في عموم مناطق المملكة، تكون أكثر قوة بالمنطقة الجنوبية، الطفيلة حوالي 14 إلى 8، الشبك 13 إلى 7، معان 13 إلى 8، أما العقبة طقس مغبر مع 16 إلى 4. بالنسبة للمنطقة الشرقية نفس الأجواء تقريبا، رياح نشطة، زخات رعدية من الأمطار، أتربة مثارة، وأيضا موجات غبارية متوقعة في تلك المنطقة، رويشد 20 إلى 10، الصفاوي 19 إلى 10، أما الأزرق 20 إلى 11. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، نتمنى السلامة للجميع، إلى اللقاء.